فرحانه راني فرحانه الحمد لله والشكر الحمد لله كان لي سبب الحمد لله راسي بلدية تاعنا والوالدين رايس تبول والجيراني فاميلتي كامل فرحوني ويرحم الشهداء وتحيا الجزائر. صح. الحمد لله 28 سنة احنا نستناو والحمد لله هذا العام ربي كرمنا الحمد لله عندي طفلة مريضة الحمد لله نقول الحمد لله والحمد لله والحمد لله مازال. يعني فرحانة توصف ما نقدرش نصور نوصفها ما نقدرش 28 سنة 28 سنة وأنا نستنى الحمد لله بفضل ربي وكثر خيرهم الدولة واللي خدموا واللي تعبوا والحمد لله هذه هي وربي ربي يعني ثمانية إن شاء الله ربي ينصر إن شاء الله مصر تعب إن شاء الله هذه هي أمنيتي إن شاء الله ربي يحفظك وصف لي الفرحة تاعك. فرحان من يوم البيت من زيت الدنيا هذه. من يوم وين جيت الدنيا؟ ربي جا ما صحت لي حاجة، الفوق انا بس الفرح. اللي ما ان شاء الله يدي واش نقول لك؟ ويرحم الشهداء اللي ماتوا عند البلاد هذه. الشيخ ما مات خلاني موصي كنت زرعني شاط هذا بردك راهي 70 سنة حتى ما شاط لي 70 سنة ما شاط لي سكن. الحمد لله. وعندي سي من دراري ويتباعوا تاع ولا عاشر. الله يبارك. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. السكنة ما تشكروش. السلام عليكم، أنا ما نقدرش نقول اليوم بلي راني فرحانة، باسكو الشعور تاعي فات كلمة فرحة أو كلمة سعادة. بمناسبة 5 جويلية أنا ديت السكنة، كان استقلال وطني للشعب الجزائري ككل، 5 جويلية ولا استقلال شخصي ليا أنا كشخص، راني فرحانة بعد 14 انتظار دام 14 سنة، وكلل في الآونة الأخيرة بمعاناة مريرة، أصبحت بلا مأوى. طردوني الورثة أصبحت بلا مأوى ووقفت معايا الوالية المنتدبة لدائرة حسين داي السيد نائب رئيس البلدية السيد بابا حكيم والسيد غراب محمد هما اللي وقفوا معايا باش ديت السكنة نشكر السيد رئيس الجمهورية لأنه وفى بوعود تاعو بعد ما انتهت العهدة تاعو الأولى راه ضمن الصوت تاعي للعهدة الجديدة بإذن الله.